ملعب المباراة، يبحث عن إرسال كرة الأمام، كرة في الجهة، الله على التمريرة، نحت أكرم، أكرم يتقدم، أكرم يمرر، وعد يسدد كرة، الله على الزعيم، الزعيم هو من يتقدم في بداية هذا اللقاء، ومن غير الرقم 11 بغداد بنجاح، بغداد بنجاح لم يتأخر الهدف السداوي في هذه المباراة الأولى وتصدى، لكنه لم يتمكن في الثانية. شوف الصناعة، شوف التحرك الجميل، شوف أكرم ودور أكرم، وبعد ذلك التسديدة من محمد وعد. التصدي لم يكن كما يجب أن يكون من خليفة أبو بكر، وأمام هداف كبير كبغداد بنجاح، أكيد بأن كرة كهذه لا يمكن أن يضيعها. بغداد يضع الزعيم في المقدمة 1-0. السرعة، كرة لبغداد، بغداد، بغداد مر، بغداد يحاول، بغداد العرضية، الكرة ما زالت على اليسار، الله أكرم عفيف، أبدا أبدا أبدا، عمره ما كان لعب خفيف، ثقيل يا ولد، ثقيل يا ولد. أكرم يسجل الثاني للزعيم، لكن بأي طريقة، هو اللي بدأ الهجمة، هو اللي انطلق بهذه السرعة، هو من تقدم، هو من طلب مساندة بغداد. بغداد راوغ، بغداد وحده، بغداد الثانية، التبريرة لعلي أسد، وبعد ذلك أكرم، الله على جمال هذا الهدف يا زعيم، الله على جمال هدف تأكيد الثلاث النقاط في هذه المباراة. علي أسد لأكرم، وأكرم يسجل الثاني ليؤكد، ليؤمن على ثلاث نقاط هذه المباراة، وبالتالي 2-0 عند الدقيقة 89.